هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انتوا وحشتوني جدا، وانا عارفة اني اتأخرت عليكم، بس انتوا عارفين ان انا تعبانة. وشكرا جدا لكل الناس اللي بعتت سألت عليا، وان شاء الله هحاول انزل لكم فيديوهات الفترة الجاية. والفيديو ده هيكون ريفيو عن غسول ستار فيل الشكل الجديد. في بنات كتير طلبت مني ان اتكلم عن غسول ستار فيل الشكل الجديد ده، خصوصا ان انا اتكلمت قبل كده عن الشكل القديم منه. هحاول اسيب لكم صورته هنا. كمان قبل كده كنت عاملة فيديو اتكلمت فيه عن غسولات البشرة الدهنية، هسيب لكم لينك الفيديو تحت في صندوق الوصف. فانتوا سألتوني وقلتولي في فرق بين الشكل القديم او الشكل الجديد وايه الاختلاف اللي فيه، فعشان كده الفيديو ده هرد على كل الاسئلة بتاعة الغسول، خصوصا ان انا جربت القديم والجديد منه. فهقول لكم اذا كان هو بالظبط فيه بس تغيير شكل الباكج، ولا حصل اختلاف ذات نفسه في الفورمولا وفي التكوين بتاع الغسول. فلو حابين تابعوا معايا الفيديو للآخر، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل الريفيوهات الجديدة اللي أنا بقدمها. ويلا بينا على الفيديو. أول حاجة للناس اللي متعرفش غسول ستارفيل، ستارفيل شركة طبية مصرية. الغسول بتاعهم سعره 85 جنيه، وبينزلوا دايما اوفر، وكانوا منزلين خصم قطعة والتانية مجانا، وانا اشتريته. وهنا القطعة الاولانية كنت خلاص قربت اخلصها اهو زي ما انتوا شايفين، والقطعة دي لسه الصراحة ما استعملتهاش. هو باين عندكم، وانا كان عندي قبل كده الشكل القديم، وفي ناس كتير الشكل القديم عجبها وفي ناس ما عجبهاش. انا من ضمن الناس اللي ما عجبنيش قوي الستار فيل القديم، لانه كان بينشف البشرة، كان حلو جدا للبشرة الدهنية، وحلو كمان للبشرة اللي فيها حبوب، لانه هو كان بينشف الحبوب فكان حلو معاهم. لكن البشرة المختلطة اللي هي فيها مثلا اماكن فيها جفاف، فكان الصراحة بيزود قوي جفاف البشرة، فكنت دايما بحتاج بعده ان انا ارطب البشرة، وده كان مشكلتي مع ستار فيل القديم. لكن انا من وجهة نظري طبعا برشح جدا ان احنا نشتري غسولات طبية مش تجارية خالص، عشان كده دايما بحب اجرب غسولات طبية عشان اقول لكم على نوع كويس ويكون في نفس الوقت سعر كويس. فكان ستار فيل من مفضلاتي للبشرة الدهنية فقط، وده الاصدار الجديد بتاعهم. وكنت الصراحة نفسي جدا يحاولوا ان هم يصلحوا المشكلة اللي كانت موجودة في الاصدار القديم، عشان يبقى الغسول فعلا ممتاز وبرفكت، وينفع مع البشرة الدهنية، وينفع كمان مع البشرة المختلطة، وينفع كمان مع البشرة العادية. هو كان كل مشكلته بس ان هو كان بيعمل جفاف. واحنا هنا هنشوف مع بعض المكونات، وهنشوف اذا كان في اختلاف بين المكونات الجديدة والمكونات اللي كانت في الغسول القديم. وده شكل المكونات زي مكتوب، هو في ووتر، في مادة اللي هي السلفير اللي هي مشتقات من مادة السلفات اللي هي بتعمل الرغوة، وهنا في مادة تي تري اويل، وفي عندنا بنسينول، جليسرين، وفي سلسليك اسيد. سلسليك اسيد دي من ضمن المواد اللي هي بتبقى مفضلة ان هي تكون في الغسول، اللي الناس اللي بتستخدمه اللي عندها حبوب، للمادة دي بتقلل الحبوب وتمنع كمان انتقال العدوى. وفي عندنا هنا مادة الالموند اويل اللي هو زيت اللوز الحلو، وفي كمان عن مادة مضادة للبكتيريا. فالغسول ده من المكونات بتاعته ان هو حلو للناس اللي عندها حبوب، مش هينقل البكتيريا، وكمان هيساعد ان الحبوب تقل وتنشف. وكمان في مواد اللي هي الموند اويل اللي هي مواد بترطب، يعني المفروض ان هو مثلا ينظف البشره وفي نفس الوقت ما يعملهاش جفاف، لان الجفاف الصراحه اوقات بيعمل مشكله للبشره المختلطه، وكمان ممكن يعمل حبوب. فتخلي بالكم الغسولات اللي بتنشف البشره جامد ممكن تكون سبب في ظهور الحبوب، ودي عشان كده الغسول القديم في ناس كتير فكرت فيه وفي ناس كتير ما عجبهاش وعمل لهم حبوب، وده بسبب المشكلة دي. دلوقتي انا هقول لكم عن تجربتي مع الغسول ده ومع الاصدار الجديد، وهل فعلا هو نفس الاصدار القديم تغيير بس الباكج. انا لما بعت سألت الشركة وقلت لهم ايه الفرق بين الاصدار القديم والاصدار الجديد، قالوا لي اول فرق فيه ان هم غيروا بس شكل الباكج بتاع العبوة، وحصل تغيير بسيط بس في المكونات، مش في المكونات ان هم ضافوا مكونات وقللوا مكونات، لا تغيير بسيط بس في نسب المكونات عشان يكون بس افضل عن الاصدار القديم. وده الكلام اللي ردوا عليا بيه وقالهولي. هقول لكم انا عن تجربتي مع الغسول الجديد. اول حاجة انا لاحظتها ان الشكل الغسول هو عبارة عن جيلي شفاف، نفس الشكل بالظبط بتاع الاصدار القديم زي ما انتوا شايفين ده شكله. تاني حاجة لاحظتها ان الريحة بتاعة الغسول ده اتغيرت عن ريحة الاصدار القديم.
انا الصراحة ريحة غسول الاصدار القديم ما كانتش بتعجبني، كنت بحسها ريحة شبه ريحة اللي هو البونبوني او الروائح دي، كنت بحس انهم ضايفين له روائح، فعشان كده ما كانتش بتعجبني. الغسول ده ريحته رايحة اكتر لزيت شجرة الشاي، عشان كده هم حطوا على الباكج من بره تي تري اويل، معنى ذلك ان هم ضافوا مادة تي تري اويل اكتر من الغسول اللي هو كان في الاصدار القديم. وكمان عملوا حاجة كويسة جدا عجبتني في الغسول ده، لاحظتها ان الغسول ده مش بينشف البشرة زي الغسول القديم. الغسول القديم بينشف جدا جدا، الغسول ده حاليا بينشف بس مش بقوة التنشيف اللي كان بينشفها الغسول القديم، لكن هو مش بينشف البشرة جدا زي الغسول القديم. الغسول القديم كان بينشف البشرة الصراحة جدا، كنت بحتاج ارطب بعده، لكن الغسول ده بيعمل جفاف بسيط، ممكن ما ترطبيش بعده، بس زي ما قلت لكم كنت الصراحة اتمنى ان الغسول ده ينظف البشرة من غير ما ينشفها او من غير ما يعمل لها جفاف زي غسول اللي هو توبي جنت اللي كنت كلمتكم عليه قبل كده. ده كان من غسولاتي المفضلة لان هو بينظف البشرة حلو جدا لكن من غير ما يعمل لها اي جفاف. هو الغسول ده الصراحة انا من وجهة نظري برضو شايفاه حلو جدا للبشرة الدهنية، وممكن كمان الاصدار الجديد ده تستخدمه للبشرة المختلطة، هيعمل لها جفاف بس بسيط مش زي الاصدار القديم خالص، فعشان كده انا شايفة كمان ان هو حلو بالنسبة لسعره وبالنسبة للكمية بتاعته، وبالنسبة لو عايزة حاجة طبية معروفة بدل ما تجيبوا حاجات تجارية مش كويسة ويكون فيها نسبة صامول عالية ويكون فيها روايح ويكون فيها بارابن ويكون فيها كحول، فخلينا في الحاجات الطبية كويسة اللي اسعارها حنينة زي ستارفيل. وانا شايفة الصراحة ان هم بعد ما غيروا شوية في الاصدار الجديد، انا من وجهة نظري ان احنا ندي لهم فرصة كمان ونجرب الغسول الجديد بتاعهم، وان شاء الله هيعجبكم. وانا من وجهة نظري الصراحة عجبني وهكمل استخدمه واستخدم ده كمان بعده، بس هحاول اني ارطب بجل الصبار بعد ما اغسل وشي مش اكتر من كده، وهيظبط معاكم وهيبقى تمام، وان شاء الله الشركة تنزل اصدار بعد كده ويكون بينظف من غير ما بيعمل جفاف. وده كان الريفيو، يا رب يكون استفدتوا، زوروني بس على صوتي، وشكرا لكم، مع السلامة.